الا خمسه فيسيولوجي بعنوان البيوبرتي. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اول حاجه، هو يعني ايه بيوبرتي اصلا؟ بيوبرتي ده الوقت اللي عنده بيتم اكتمال الجاميتوجينيك فانكشن والاندوكراين فانكشن بتاعه الجونيد. يعني ايه؟ يعني في الوقت ده التستس والاوفري بيكون قادرين ان هم يطلعوا سبيرم او اوفا، وفي نفس يعني بيطلعوا الاستيرويد هرمون بتاعته. يبقى ده الوقت اللي عنده بيحصل ديفولوب، سبحان ربي العظيم، للاندوكراين والجاميتوجينيك فانكشن بتاعه الجونيد. طيب سبحان الله. وفي اللحظه دي بقى بيكون الهيومن قادر على ايه؟ هو يعمل ريبرودكشن، سبحان الله. هل ليه علامات؟ اه، في الفيميل بيحصل حاجه اسمها منراك. يعني ايه منراك؟ اللي هي الفيرست منسترال سايكل. والميل علامه البيوبرتي عنده بتكون حاجه اسمها نكتورنال باسج للسبيرم ان يورين. يعني اثناء السليب بيحصل الفيرست ايجاكوليت للسبيرم وبتخرج في اليورين، سبحان الله. طيب عايزين نفرق بين مصطلحين البيوبرتي والالدوسنس. يعني ايه الالدوسنس؟ دي فتره زمنيه، مرحله عمريه، يعني زي ما في طفوله وزي ما في بلوغ، في حاجه في النص بينهم كده، مرحله المراهقه. مرحله المراهقه دي عارفه اللي هو متشعلق بتوين الشايلد هود والادلت هود. في المرحله دي بيبدا يحصل تغيرات دراميه، تغيرات دراميه في شكله، تغيرات دراميه في البيهيفير بتاعه، تمام، سبحان الله. يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه بيوبرتي، لحظه اكتمال الجاميتوجينيك فانكشن والاندوكراين فانكشن بتاعه الجنين. الادوسنس معناها ده الوقت، سبحان ربي العظيم، اللي بين الشايلد هود والادلت هود بيحصل فيها تغيرات دراميه، سبحان الله. شويه تعريف، يعني سبحان الله، حاجه اسمها ادرينورك. يعني ايه ادرينورك؟ ادرينورك بفضل واحد احد معناها الوقت اللي بيبدا يزيد فيه السكريشن بتاع الادرينال جلاند. طب هو ايه اللي جابها هنا؟ ما وصلنا على النبي عليه الصلاه والسلام. وجدوا ان في علاقه بين زياده السكريشن بتاعه الادرينال جلاند والبيوبرتي، بحيث ان السكريشن بتاع الادرينال جلاند بيزيد عشان يمهد الجسم للتغيرات اللي هتحصل اثناء البيوبرتي. يبقى ادرينورك معناها ده زياده السكريشن اوف ادرينال اندروجين، سبحان الله. وده بيحصل من سنه لثلاث سنين قبل البيوبرتي، بحيث ان هو يمهد الجسم للتغيرات اللي هتحصله في البيوبرتي. طب يعني ايه سيلورك؟ سيلورك معناها الشيرنج اللي هتحصل في المامري جلاند. طيب ودي بتحصل اثناء البيبرتي، اثناء الراوند بيريود اوف بيبرتي، سبحان الله، بسبب زياده الاستروجين. وبعد ما يحصل اوفيوليشن يبدا يجي البروجسترون ويعمل فارزر ستيميوليشن. يبقى سيدي الارك دي تشينجز اللي هتحصل في الممري جلاند. في الاول بتكون بسبب الاستروجين، بعد كده الفيميل دي يحصل لها اوفيوليشن ويكون عندها بروجسترون يطلع من الكوربس ليوتيم ويعمل فارزر جروس، سبحان الله. وبعدين يعني ايه بيبارك؟ بيبارك معناها ابيرنس اوف بيوبيك هير، ظهور البيوبيك هير. المينرالك ده الفيرست منسترال سايكل اللي بتبدا من سن 8 سنين لحد 13 سنه، يعني كده سبحان ربي العظيم من سنتين لست سنين بعد الفيرست بيوبيتال تشينج. يعني سبيرمارك؟ سبيرمارك معناها ده الفيرست ايجاكوليشن اللي احنا حكينا اللي هو بيكون كنكتورنال باسج وبينزل في اليورين. الجونا دارك تعريف شامل شويه، شامل لايه؟ شامل لتغير الجاميتوجينيك فانكشن وكمان الهرمونال فانكشن. يعني الوقت اللي هيبدا عنده تطور الجاميتوجينيك فانكشن والهرمونال فانكشن، الوقت ده اسمه جونا دارك، سبحان الله. الايدج اوف بيبرتي بيبدا من 8 ل 13 سنه في الفيميل، اكبر بسنه في الميل، يعني من 9 ل 14 سنه في الميل. في حاجه اسمها بريكوشس امتي، احنا ما نقولش سبحان الله بريكوشس بيبرتي غير لما يحصل قبل 8 سنين. لو حصل قبل 8 سنين يبقى اسمها بريكوشس بيبرتي. طب لو حصل ديلايد بيبرتي، السن بتاع ديلايد بيبرتي يعني امتى نحكم على حد ان هو حصل له ديلايد بيبرتي؟ بيقول لك عند افتر ذا ايدج اوف 20 يير، بعد 20 سنه نقول له هو خلاص دخل في ديلايد بيبرتي. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا نتكلم عن الميكانيزم اوف بيبرتي. خلينا متفقين ان احنا هنتكلم عن الميكانيزم ده بحسب احتياج الجسم ليه. يعني ايه؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. كلنا عارفين ان احنا محتاجين الاسترويد هرمون، سواء كانت التستوستيرون او الاستروجين بروجسترون، اثناء الانترال لايف عشان يحصل ديفلوبمنت، صح؟ يعني احنا محتاجينهم في الانترال لايف، فبالتالي هتكون موجوده والاكسس هيكون شغال في الانترال لايف. ولكن بعد البيوبرتي اللي هي اسفل بري بيوبرتال، بعد الولاده يعني، في البري بيوبرتال مرحله الطفوله دي مرحله خمول، فاحنا مش محتاجين الاكسس، فالاكسس المفروض يقف، سبحان الله. وبعدين اثناء البيوبرتي، البيوبرتي كله شغل هرمونات، فبالتالي احنا محتاجين الاكسس ده بقوه، فالمفروض اثناء البيوبرتي يبدا الاكسس يتطور تاني. يعني احنا وانا بدرس تطور الاكسس انا عارفه ان تطور الاكسس ده على حسب احتياجي ليه. يعني مثلا سبحان الله اهو وانا بتكلم، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله اكبر، الهايبوثالاميك بيتيوتري اكسس او اسمه ريبرودكتيف اكسس، انا محتاجاه في الانتراوتراين بيريود، فبالتالي هطلع جونادوتروبين نيزنج هرمون يحفز اف اس اتش وال اتش ويطلعوا تستوستيرون و سبحان الله واستروجين او بروجسترون في الفيميل عشان يحصل ديفرنشيشن، عشان الجينيتاليا تتكون تروح ناحيه الميل او الفيميل، انا محتاجاهم اثناء الانتراوتراين لايف، فبالتالي الاكسس هيكون شغال. بعد الولاده المفروض انا في مرحله خمول مش محتاجاه، ولكن وجدوا ان الاكسس بيفضل بعد الولاده شغال من سنه لسنتين. ليه الاكسس شغال وانا مش محتاجاه؟ هقول لك ليه الاكسس شغال وانت مش محتاجاه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بعد ما اتولدنا الاكسس ده فضل شغال، فضل شغال ليه؟ عشان ما لقاش حاجه تعمل له انهبيشن، ما لقاش حاجه توقفه، فبالتالي قال ما انا مش لاقي حاجه توقفني فهفضل شغال، سبحان الله.
فيقولك بقى بعد سنتين يبدأ يحصل ديفلوبمنت للانهبيتوري سنتر اللي هيوقفه جهه. بعد سنتين هيبدأ يحصل تطور للي هيوقف الاكسس اللي انا مش محتاجاه اللي هو الانهبيتوري سنتر. مش بس كده، الاكسس هيبقى مور سنسيتيف، حساس اكتر للهرمونات اللي هي تعمله نيجاتيف فيدباك. يبقى سبحان الله احنا متفقين ان بعد سنتين من الولاده وجدنا الاكسس لسه شغال. لسه شغال ليه؟ اصلا اللي هيوقفه لسه ما جاش، اللي هيمنعه لسه ما جاش. بعد سنتين يبدا تطور الانهبيتوري سنتر اللي هو هيمنعه هو. مش بس كده، السنسيتيفيتي هيبقى حساس، بيحس على دمه للنيجاتيف فيدباك، مش هيحس على دمه بزياده بصراحه، هيحس على دمه للنيجاتيف فيدباك ويبدا يحصل له انهبيشن للاكسس ده. سبحان الله. وبعدين نفضل على هذا الحال لحد النير بيوبرتي، قرب البيوبرتي كده. انا محتاج الاكسس يشتغل، البيوبرتي كلها هرمونات. بعدين هيحصل ايه؟ صلى على النبي، هيتطور واحده واحده. وعايزين نعرف ان هو هيتطور لان الميكانيزم اللي كانت منعاه واقفه. انا عشان اشغل حاجه لازم اشيل الانهبيتوري سنتر ده ولازم اشيل الهاي سنسيتيفيتي عشان اشغله تاني. سبحان الله. فقرب البيوبرتي يبدا الميكانيزم اللي كانت انهبيتوري ميكانيزم تقف خلاص، مش عايزاه، انا عايزه الاكسس يشتغل. لو سمحت شغله لي. طيب هشغله لك. في البدايه بيشتغل على قده. يعني ايه بيشتغل على قده؟ بيطلع بلسيتايد ستيم ماتر بس، وكمان الجونادوتروبين ريليزنج هرمون ما بيطلعش غير ال اتش. سبحان الله. يبدا يتطور لحد ما يوصل للبيبرتي والجونادوتروبين ريليزنج هرمون تطلع لي ال اتش واف اس اتش. وناخد بالنا من حاجه مهمه، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، فاكرين خروج الاستروجين بكميات فظيعه يروح يعمل شويه مشاكل في البرين كده، يخلي الكذب بتنسل، تروح تعمل اوفيوليشن تطلع ال اتش بكميات فظيعه ويحصل اوفيوليشن. هذا اللي انا حكيت عليه اخر ميكانيزم بيتطور في الهرمونات. بيقولك ايه؟ البوزيتيف فيدباك بتاع الاستروجين انا لسه قايله عليه، اخر ميكانيزم بيتطور، اخر ميكانيزم بيحصل له سبحان ربي العظيم ماتيولوجي. طب هاتيلي دليل. مش احنا قلنا في الانوفولاتي سايكل ساعات البنت بعد المنراك بيحصل كذا اوفولاتي سايكل من غير اوفيليشن؟ ليه؟ اصلا البوزيتيف فيدباك بتاع الاستروجين دي اخر حاجه بتتطور في الاكسس بتاع الهرمونات بتاعنا. سبحان الله. يبقى احنا حكينا ان احنا اثناء الانتروكراين بيريد احنا محتاجينه بقوه، فبالتالي الهايبوثالاميك بيتيوتري اكسس شغال بيطلع جونادوتروبين ريليزنج هرمون تطلع لي اف اس اتش وال اتش وتطلع لي الاسترويد هرمون. يفضل على هذا الحال سنه لسنتين. ليه؟ اصلا اللي هيمنعه لسه ما اتوجدش. يبدا تطور الانهبيتوري سنتر سبحان الله العظيم، والسنسيتيفيتي للفيدباك النيجاتيف فيدباك تزيد، فبالتالي يحصل انهبيشن. نير بيوبرتي عايزين نعمل نمنع الانهبيشن ده عشان خاطر نشغل الاكسس، عايزين نمنع الشوكه اللي كانت واقفه في ظهور الاكسس، فبالتالي هنشيل الانهبيتوري ميكانيزم سبحان ربي العظيم، ونبدا نطلع واحده واحده كده الجونادوتروبين تطلع على شكل بلستاير سليب ماتر بس سبحان ربي العظيم، وهتطلع ال اتش بس. تمام خلاص، وصلنا للبيوبرتي، تتطور التطور الكامل والجونادوتروبين تطلع على شكل بلس تايمر سبحان ربي العظيم بلس، وتطلع ال اتش واف اس اتش. اخر حاجه بتتطور هو البوزيتيف فيدباك بتاع الاستروجين، ولذلك ممكن يحصل في الاول كذا كذا منسترول سايكل من غير اوفيوليشن. سبحان الله. طيب الكلام ده سهل جدا، يعني سبحان الله، بيقول لك الفسيولوجيكال تشينج اللي بتحصل في البيوبرتي، ما احنا قديم احنا عارفين اللي هيحصل في الميل تحت تاثير التستوستيرون. التستوستيرون بيعمل ايه في الميل؟ هو ده الفسيولوجيكال تشينج. وفي الفيميل اللي بيحصل بسبب الاستروجين والبروجسترون، بس تعرفي ان اللاند مارك في الفيميل هي البريست جروث. سبحان الله. في شويه قبل ما ناخد الاستيجنج هو اهم حاجه، هناخد شويه فاريشن. مش احنا عارفين ان في شويه فاريشن بتاثر على الانست اوف بيبرتي؟ يعني ايه؟ يعني في ناس بيجي لها بيبرتي بدري، في ناس بيجي لها البيبرتي متاخر، في ناس ما بتجيلهاش اصلا. طب ليه؟ عشان في شويه تغيرات. فبسم الله الرحمن الرحيم كده، طول ما كانت الفيميل دي عندها بودي فات كتير، فاحنا عارفين ان في الادبوس تيشو يوجد انزيم اسمه الاروماتيز انزيم، هيزود لي كميه الاستروجين. استروجين كتير يعني بيبرتي بدري. سبحان الله. طيب يعني البنات اللي عندها فات كتير عندها استروجين كتير عندها بيبرتي بدري. سبحان الله. في ماده اسمها الليبتين، الماده دي سبحان الله غريبه جدا، بتروح تطور الهايبوثالاميك، فبالتالي لما يتطور الهايبوثالاميك اكسس بدري هتحصل بيبرتي بدري. فانا عندي مادتين في الفات غير بيساعدوا على سبحان ربي العظيم البيبرتي. اول حاجه الادبوس تيشو فيها استروجين كتير، ففيها ايه؟ ففيها بيبرتي بدري. تمام. تاني حاجه الليبتين اللي بيطلع وبيساعد على تطور الهايبوثالامس، فبالتالي بيساعد على بيبرتي بدري. سبحان الله. وجدوا كمان في احصائيه ان البلاك جير بيحصل لها البيبرتي 6 شهور قبل الوايت جير. وعشان نسكمها ان البلاك جير عايشه في منطقه تروبيك اريا، فالبلاك جير اللي عايشه في منطقه تروبيك اريا هيحصل عندها سبحان ربي العظيم البيبرتي قبل الوايت جير اللي عايشه في كولد اريا. لا اله الا انت. التايم فاريشن مع تطور الاحداث والتقدم اللي احنا فيه، وجدوا ان كل 10 سنين زمن البيبرتي بيقل شهر ونص. هديكي مثال، مش هي كانت عندها 8 سنين؟ تمام. بعد 10 سنين هتلاقيها 8 سنين الى شهر ونص، بعد 10 سنين كمان هتبقى 8 سنين الى 3 شهور. فاهمين؟ طيب ليه؟ بسبب التطور اللي احنا حصلنا له والنيوتريشن، وكمان سبحان ربي العظيم زياده الاوبستي. في المقابل في شويه ديسيز بتاثر على البيبرتي، يعني لو حصل برين تيومر، فالبرين تيومر ده
هيخنق يعني سبحان ربي العظيم، هيموت الانهبيتوري سنتر، فبالتالي تحصل بيبرتي بدري. ولو حصل مال نيوتريشن وجدوا ان المال نيوتريشن بتعمل ديلاي بيبرتي. نرجع الكلام اللي احنا قلناه وبعدين نقول الاستيج. عرفنا بفضل واحد احد ان البيوبرتي ده الوقت اللي بيحصل عنه الاندوكراين فانكشن والجيميتوشونيك فانكشن بتاعه الجونات بتكتمل، فدي اللحظه بيكون الريبرودكشن از بوسيبل. تمام، عرفنا يعني ايه الادوسنس، يعني ايه دي مرحله عمريه بتوين الشايلد هود والادلت هود وبيحصل فيها شويه تغيرات دراميه. تمام، عرفنا يعني ايه ادرينالك، دي تغير في زياده افراز الادرينال هرمون، وده سبحان الله العظيم اللي بيمهد لحدوث البيوبرتي. سيدوراك تغير في الماماري جلاند، البيبارك ظهور البيبك هير، المينراك فيست المستويشن، الاسبرمارك الفيرست ايجاكوليشن اللي بيحصل از نكتورنال ايجاكوليت سبحان الله، والجونادارك ده اشمل شويه يشمل الجاميتوشنك فانكشن اندوكراين فانكشن. عرفنا كمان البيبرتي بيحصل في الميل بعد يعني عند سن 8 ل 11 سنه، في الميل اكبر شويه من 9 ل 14 سنه. عرفنا ان ممكن سبحان ربي العظيم يحصل بريكشس بيبرتي اقل من 8 سنين، ديلايت بيبرتي لحد 20 سنه سبحان الله. عرفنا كمان ان الاكسس بيتطور على حسب احتياجي، فانا اثناء الانتراوتراين انا محتاج الاكسس فبقوه، فالاكسس شغال، الجونادوتروبين شغاله، ال ال اتش والاف اس اتش طالعين ويحفزوا الاستيرويد سبحان الله. نيجي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وجدوا ان بعد سنه سنتين الاكسس مش شغال، الاكسس لسه شغال. لسه شغال ليه اصلا؟ اللي منعه لسه ما اتطورش، لان بيدرو سنتر لسه بعد سنتين هيتطور والسنسيتيفيتي هتزيد سبحان الله. بعدين وبعدين سبحان الله، انا عايزه بس اعرف الجدول ده، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. السنسيتيفيتي بتزيد امتى؟ بتزيد في التشايلد هود عشان تمنع لي الهرمونات. يعني انا محتاجه السنسيتيفيتي في حاجه اثناء الانترا وتراي لايف؟ لا، ده انا محتاجه الهرمونات، فبالتالي السنسيتيفيتي بتكون قليله. تبدا تتطور بعد سنه لسنتين عشان خاطر تقلل الهرمونات، وبعدين اثناء البيبرتي شغلها كل هرمونات، فالسنسيتيفيتي تبقى في الارض. تاني، هاي سنسيتيفيتي معناها لو هرمون، فبالتالي سبحان الله السنسيتيفيتي دي بتكون قليله جدا في الانترا كراي لايف فضل واحد احد، تبدا تزيد عشان تمنع الهرمونات في الشايلد هود اللي هي فتره خمول، تبدا تقل تاني في البيبرتي عشان الهرمونات تزيد سبحان الله. يقول لك ايه في بري بيبرتال، يبدا الانهيبيشن ده ستوب خلاص، هدمر الانهيبيشن لان اللي انت، فيبدا جونادوتروبين تزيد واحده واحده. في الاول كانت بتطلع سليب بولس من ال اتش بس، بعد كده بدات تطور الشكل اللي احنا عارفينه، تطلع ال اتش واف اس اتش، وعارفين اكتر حاجه بتتاخر في التطور هو البوزيتيف فيدباك بتاع الاسترون اللي هو بيعمل لي اوفيليشن سبحان الله. عرفنا كمان ان الميل التغيرات اللي بتحصل عنده هي بسبب مينلي البروجستر اسفه التستوستيرون، من بقى تغير حجم التستس ان التستس تبقى عامله سبرماتوجينيسيس وتطلع لي سيكل هرمون البروستات وهكذا سبحان الله. والفيميل اللاند مارك عندها هي البريست سبحان ربي العظيم، البريست جروس مش كاتبينها هنا ما علينا سبحان الله. نبدا نتكلم عن الفاكتور افكتنج الانست اوف بيبرتي. عرفنا كمان ان الاسنك فاريشن اللي هو سبحان ربي العظيم البلاك جير والوايت جير، وكمان التوربيكال اريا والكولد اريا، الفات ديبوزيشن يعني ارومتيز كتير يعني استروجين كتير يعني بيبرتي بدري، الليبتين اللي بيساعد في التطور فبالتالي تطور يعني بيبرتي بدري برده، التايم فاريشن كل 10 سنين بيقل بيبرتي شهر ونص بسبب الهيلس وبسبب كمان الشايلد هود اوبستي، الديسيس عرفنا لو حصل بيري تيومر يعني الانهبيتوري سنتر هيفلسع بدري فبالتالي يحصل بيبرتي بدري، المال نيوتريشن بتكون مرتبطه بالديلايت بيبرتي سبحان الله. الستيجنج اوف بيبرتي، ودي موضوع اسئله ام سي كيو للصبح، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، زيد النبي كمان صلى عليه الصلاه والسلام. في واحد اسمه ترنر ولا مش عارفه اسمه ايه ما علينا، يعني قرر يعمل البيبرتي 5 ستيج، على اساس ايه يا حاج؟ على اساس في الميل هيقسمها على اساس الجينيتاليا والبيوبيك هير، وفي الفيميل هيقسمها على اساس سبحان الله بريست ديفلوبمنت والبيوبيك هير. صلى على النبي، وتعالوا ناخد الجدول كده. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا بقى نقسم 5 ستيج، في الفيميل على اساس البريست والبيوبيك هير، وفي الميل على اساس الجينيتاليا والبيوبيك هير. صحصحوا عشان الجدول ده مهم جدا ام سي كيو. بسم الله الرحمن الرحيم. الستيج 1 والستيج 5، الستيج 1 لسه تشايلد، لسه في مرحله الطفوله. الستيج 5 خلاص وصل للادلت. يعني ايه يا مريم؟ يعني مثلا البريست في الستيج 1 لسه زي البريست بتاع التشايلد ماشي مع الشيست وول. سبحان ربي العظيم. الستيج 5 البريست بتاع الادل مرفوع منه النبل بس. طيب واحده واحده كده وندرس الستيج واحده واحده. الستيج الثاني ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك في بدايه الستيج الثاني بيبدا يظهر البريست على شكل بط كده، على شكل برعم كده سبحان الله، او بريست بط او بابيلي اليفيتد. يبدا في الستيج الثالث يبدا الجلاندولار تيشو يظهر، في الستيج الثالث يبدا يظهر الجلاندولار تيشو. يبقى انا في الستيج الثاني كنت جلاند، كنت اسفه بط بس. الستيج الثالث يبدا يظهر الجلاندولار تيشو. في الستيج الرابع بيحصل حاجه غريبه، بيقول لك ايه؟ ان الايرورا والنيبل بتكون مرفوعه عن البريست، الايرورا والنيبل بتكون مرفوعه عن البريست، الايرورا والنيبل بتكون مرفوعه عن البريست. وفي الستيج الخامس بترجع زي شكل ادلت، النيبل بس هي المرفوعه.
تاني. البريست في الستيج الاولانيه زي الترايد ماشي مع الشيست وول، الستيج الثانيه يبدا يظهر كبد، الستيج الثالثه يبدا يظهر الجلاندولار تيشو، الستيج الثالثه يبدا يظهر الجلاندولار تيشو، الستيج الرابعه يبقى النيبل والانرا الفيتد سبحان الله، الستيج الخامسه يرجع شبه الادلت، النيبل بس هي الالفيتد. طيب بالنسبه للبيوبك هير، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، في البيوبك هير في التشايلد مش عنده بيوبك هير سبحان الله، الستيج الخامسه البيوبك هير بتاع الفيميل بيكون عامل كده شبه التراينجل المقلوب، شبه التراينجل المقلوب تمام. طيب ايه اللي بيحصل في الستيج الثاني من البيوبك هير؟ البيوبك هير في الستيج الثاني بيكون صغير ودوني وبيل، كميه الهير بيكون صغير وبيكون ناعم دوني يعني ناعم وفاتح. في الستيج الثالث سبحان الله يبدا ياخد داركر ويكون كثافته اكتر وكويلد، داركر وكثافته اكتر وكويلد. الستيج الرابع شبه الادلت هير بالظبط ولكن الاريا كفرد لس لس ذان الادلت سبحان الله سبحان الله. كمل نكمل. الادلت بياخد سبحان ربنا العظيم شكل الادلت هير اللي هو ايه، تراينجل مقلوب، تراينجل مقلوب ده في الفيميل. خلصنا الفيميل ندخل على الميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الجينيتاليا في الشايلد الستيج 1 زي الشايلد بالظبط، والستيج 5 هي الادلت جينيتاليا عادي جدا. طيب الستيج 2 بقى، بصوا الستيج 2 اتنين جينيتاليا هم اللي هيتطوروا، الستيج 2 اتنين جينيتاليا هم اللي هيتطوروا، سكروتال وتستس. السكروتال وتستس هيكبروا سبحان ربي العظيم، وشكل السكين بتاع السكروتال هيتغير، شكل السكروتال سكين هيتغير، يبقى الستيج 2 اتنين جينيتاليا اتغيروا. ستيج 3 هيبدا 3 جينيتاليا اتغيروا، البينس هيبدا يزيد في اللينس، البينس هيبدا يزيد في اللينس ويحصل فرز جروس للتستس والسكروتال. ستيج 4 البينس هيزيد في اللينس والوايد، البينس هيزيد في حاجتين لينس وايد، ستيج 4 هيزيد في حاجتين لينس وايد سبحان الله، ويحصل فرزر جروس لل سبحان الله التستس والسكروتوم، ويحصل داركينج في السكروتال تاني. ستيج 4 بيحصل فيها ايه؟ البينس بيزيد طول وعرض سبحان الله، والتستس والسكروتوم بيحصل لهم فرزر جروس، والسكين بتاع السكروتال بيكون دارك. ستيج 5 الادلت جنتالي عادي. البيوبك هيرز في الميل زي الفيميل ولكن يختلف حاجات بسيطه، ركز مع بعض بالله عليكم. ستيج 1 بيكون نو بيوبك هير زي الاطفال، ستيج 5 زي الادلت هير، ولكن فرق عن الفيميل ان هو مثلث معدول ناحيه اللينيا قلب، مثلث معدول ناحيه اللينيا قلب، وساعات بيدوني شكل دايموند شيب سبحان الله. طيب ستيج 2 زي الفيميل بالظبط، الهير بيكون داوني بيكون صغير كميته صغيره وبيكون بس بيكون بشكل كبير عند البيز بتاعه البينز، بيكون بشكل كبير عند البيز بتاعه البينز، ده الستيج 2. ستيج 3 بيكون بالظبط داركر وكورس ودنس. الستيج 4 زي الادلت هير بالظبط ولكن الاريا ليس ذان الادلت هير. كده بنكون خلصنا الستيجنج والجدول ده محل MCQ، ويا رب تكونوا فهمتوا. ثانك يو.